اليوم قامت شركة أداسي من خلال أول يوم من معرض آيدكس بإطلاق مجموعة جديدة من طائرات المسيرة الحوامة اللي هي نسميها لويت إليمينيشن. تكون الطائرات من 4 طائرات، 3 منها الهند كواد كوبتر، وواحدة من الطائرات اللي هي فيكس وينج بيتول. ميزة الطائرات هذه أنها أو تم تصميمها من عن طريق شركة أداسي بأيادي إماراتية في شركة أداسي، واستخدمنا فيها تكنولوجيا مطورة محليا. تميز الطائرات أو الهدف من تصميم هذه الطائرات هي في الأساس حماية للجراوند تروبس اللي هم سواء كانوا سبيشال اوبريشن كوماند العمليات الخاصة أو الجنود المشاة. قدرة الطائرات تميز الطائرات بقدرتها على التعامل مع الأهداف من خلال مستشعر كهربصري مثبت على جميع الطائرات. يقوم المستشعر الكهربصري بجمع المعلومات اللازمة عن الهدف ونقلها إلى رأس متفجر موجه مثبت على الطائرات هذه. الرأس المتفجر الموجه هذا بحد ذاته في مستشعر كهربصري آخر توصل المعلومات هذه ويقوم بتوجيه القذيفة في عملية الأتاك والهجوم إلى الهدف إلى التارجت. عندنا 4 أنواع من الطائرات: QX1, QX2, QX3 QX4. QX1, 2, 3 هن عبارة عن طائرات كواد أو طائرات متعدد المراوح لهم القدرة على حمل رؤوس متفجرة من 0.5 كيلو لين 5 كيلو. QX4 هي الطائرة المجنحة الأكبر وحدة من عائلة QX، هي طائرة فيكس وينج فيتول أو مجنحة. تميز هي والطائرات الثانية بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي. طائرة QX4 لها القدرة على حمل 5 كيلو من رأس المتفجر.